افتتحت مدرسة أساسية في قرية الكبيسة التابعة لعزلة الجمعة بمديرية المخا بدعم من دولة الكويت الشقيقة تحت إشراف جمعية الرحمة العالمية وتنفيذ الوكالة اليمنية الدولية للتنمية. وشملت المدرسة 5 فصول من الكرنفالات بالإضافة إلى إدارة ومخزن ونظام طاقة شمسية وحمامات. في قرية الكبيسة وفي ربع الشبارة كان ليس لدينا مدارس ندرس فيها، وكنا ندرس تحت في العرش، ثم بفضل الله عز وجل وبفضل جهود المحسنين الخير حصلنا على هذه المدرسة، ونحن اليوم سعداء جدا 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 بافتتاح هذه المدرسة، ولهم منا جزيل الشكر والامتنان. فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخواننا المحسنين من دولة الكويت الذين ما عرفناهم إلا في مشاريع خير كبيرة ومشاريع خيرية يستفيد منها المجتمع للأبد، ليست مشاريع آنية وليست مشاريع وقتية وليست مشاريع لأي مصلحة لديهم، إنما جاءوا لمساعدة إخوانهم لبناء المدارس، بناء المدن السكنية الكبيرة التي عرفناها ما قامت بها إلا دولة الكويت. وخلال حفل الافتتاح الذي حضره عدد كبير من أبناء المنطقة، أشادت السلطة المحلية في المخا بمواقف دولة الكويت الشقيقة وجهودها المتواصلة لدعم الشعب اليمني في السراء والضراء. يعني لنا افتتاح مشروع تعليمي في مناطق الساحل الغربي خاصة في مدينة المخا، يعني لنا عودة الأمل في الحياة، يعني لنا أشياء كثيرة، خاصة والمديرية تفتقر لمثل هذه المشاريع التعليمية. خلال الفترة السابقة كان هناك مناطق يعني ظلت حرمان من التعليم تماما، ولم يصل خدمة التعليم خلال الفترة السابقة، علاوة على أن البنية التحتية هي بنية ضعيفة على مستوى المديرية. فوجود مشاريع تعليمية أعتبرها ضرورة مهمة جدا في مناطق الساحل الغربي بشكل عام وفي مديرية المخاء بشكل خاص. وتعتبر هذه المشاريع التنموية في المناطق النائية بارقة أمل لأبناء هذه القرى، حيث تسهم في تعزيز فرص التعليم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.